انت مطلوبه بالاسم. مين بس اللي طلبني؟ انا مختار. ازيك يا مليكه قلبي وعينيا وروحي وحياتي؟ انت اللي ورا الموقف البايخ ده، وقعت قلبي يا شيخ. ايه اتخضيتي؟ افتكرتي هنخطفك ونطلب فدية؟ عايش حبيبي يدفع في اي شيء سبيل نجيني من الخاتم. ما تسيبك من عايش ده وتيجي تعيشي معايا. ما تقدرش عليا. ما اقدرش. طب جربي. ما عنديش وقت نجرب، وبعدين عايش مريحني على الاخر وكسر فاليا بلا حساب. بيديكي مصروف كام في الشهر؟ 5000 دولار. هديكي 10 وهسكنك في شقه في الزمالك. قلتي ايه؟ ماشي كافي. ده انت طماعه قوي. انا بغيت نأمن مستقبلي، وعيش وعدنان ويأمنهولي. يأمنهولك ازاي يعني؟ هيشتري لي النايت من توفيق. ده يبقى غالي قوي. ب3 مليون جنيه. 3 مليون جنيه؟ وعايش الدخوف ده وافق انه يدفع؟ هو وعدني وقال لي اول ما هتجيله تحويله من بره هينفذ. تحويله من بره؟ طب بقول لك ايه؟ ما تسيبك من بره وتخليكي جوه عشان يجيلك برد. دمك خفيف. ده انت اللي عسل. ما تيجي افتح لك محل ضيق كده صغير محندة عشان تعرفي تدوريه. هو النايت. وعموما ما طلبتش منك تجيبهولي. طب بذمتك عايش سلطان ده يملى عين اي ست؟ المهم يملى جيبي. هو انا هتجوزه. طب لو خيروكي بيني وبينه تختاري مين؟ اختارك انت. شفتي بقى كلمة الحق طلعت يا رجالة. بس ايه؟ انت على قد حالاتك ومش على قد طلبات. مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ انا عندي فلوس توزن عايش سلطان ده يجي 1000 مرة. طب ما تشتري لي النايت وابقى معاك. اصل ده ليه نظرية. مش من نظرية يعني بتفائل وبتشائم، والنايت ده اصله كله خمرة ورقص، يعني مال حرام 100%. وانت مالك؟ انا قابلة على نفسي المال ده. لا انت غريبة قوي. خلاص اشتريهولك واكتبي لي شيك. شيك بايه؟ ب3 مليون. ما انا هديهم لك سلف وبيعوضهم لي لما النايت يكسب. وما تقلقيش انا لوحدي بصرف لي في الليله يجي 50000 جنيه، يعني بيكسب كل يوم 100%. وليه احمل نفسي دين وعايش حبيبي موجود وممكن يجيبهولي هديه؟ يا مين يعيش. وبعدين ده بيلعب بيكي وعامل التحويل ده حجه عشان يملص. اساليني انا. عايش ما يعملش كده. يا بنتي صدقيني انا ممكن الصبح اكيشك ال3 مليون وعلى اخر النهار تبقي صاحبة المحل. بتتكلم جد؟ اه طبعا بتكلم جد. ولا شوفي بقى تستني عايش افندي سلطان اما يقبض التحويل. لو بجد هتسلمني 3 مليون بكره هكتك يا حبيبي. ايه هكه دي؟ يعني كده. طب اذا كان هكه يبقى ماشي. طيب فوق في الاوضه. ايه ده؟ انت عملت فيها ايه؟ وانا لحقت اعمل حاجه؟ ساعة ما جينا من الفرح دبت معايا خناقه، ومن ساعتها واحنا على الحال ده. حتى بالليل لما حبيت اكل طلبت لنفسي اكل من بره. يا حبيبتي يا بنتي، لا انا هطلع اشوف بنتي حصل لها ايه. عملت ايه؟ اكيد اكيد زعلتها زعله كبيره قوي. ابدا والله يا عم، ده انا عملت البدع عشان ما بوظش الليله، وبرده مفيش فايده. يا سيدي الليالي الحلوة جاية كتير قوي. هدي لسه ما اشتغلتش دي. هتشتغل بإذن الله. وأنا جايبني ورا غير القرارين أمثالك. الله، وأنا قلت حاجة؟ اسكت بقى. اسكت بقى عشان أنا مش طايق نفسي. اسكت، مش عايز أسمع صوتك، كفاية اللي أنا فيه. قلت يا تيفا؟ قلت لا إله إلا الله. يا راجل حرام عليك، خلي ربنا برا الموضوع. ده إحنا بنشتري كباريه. ماشي يا مخ. ها.
هتبيع لنا البتاع ده بكام؟ عشان خاطرك انت هاخد فيه 4 مليون. ده خاطري كبير قوي عندك. امال يا مخ، ده انت حبيبي. انا هدفع 2 مليون جنيه كاش وناو. لا لا لا، ده انت كده بعيد قوي يا مخ. افتح لي بس مخك كده وهويها وهي تقرب. ما تاخذنيش، اصل انا صارف على المحل ده شقه عمري، مش معقول يعني ارميه كده برخص التراب. 2 مليون جنيه رخص التراب؟ برضه هيقول لي 2 مليون. يا عم بقول لك 4 مليون. طب وربنا اللي عالم، انا لولا زنقتي ما كنت بعته ابدا. وانت مزنوق؟ لا، اصل انا باسس لنايت كبير قوي في دبي، واخد كل فلوسي ووقتي. يعني مزنوق؟ مش قوي يعني، بس مخدنا. ماشي، نخليهم 2 مليون ونص. هم ال 4 مليون. بص بقى، انا جاي وجايب لك معايا 3 مليون، هتاخدهم ونمضي العقود ولا روحهم جنب اخواتهم؟ استغل زنيت انت يا مخ. القرش صياد يا تيفا. عشان خاطرك انت هاخد ال 3 مليون دول ويبقى لي 750 الف. بتوع ايه؟ هعمل لك خصم 250 من ال 4 مليون. اقول له ايه؟ انت عملت لي خصم 1 مليون. ليه؟ عشان ايه؟ عشان هكيشك، وانت عارف الكاش عزيزي اليومين دول. بس ده كتير قوي يا مخ. مفيش حاجه تكتر على المخ يا تيفا يا تيفا يا تيفا. ها قلت ايه؟ خلاص، عشان خاطر يعني نمضي العقود. نمضي العقود. مبروك عليك يا ست مليكة. الله يبارك فيك. مبسوطة؟ هكا مبسوطة بالزاف. بالزاف؟ انت بالزاف، انا مقدرش ارفض لك طلب. اذا كان كده ماشي. يلا بينا. نسيبك بقى يا تيفا لاكل عيشك. اكل عيش مين بقى؟ ده اكل عيش كنتو. اكل عيشها هي، انا حد الله بيني وبين الحاجات دي. انا مجرد بنك ومسلفها قرض وهتردهولي طبعا بفوايد. نمس فوايد مين؟ الفوايد حرام. ده قرض حسن، حسن قوي، علشان تشد حيلها كده وتاكل لقمه عيش وتعتمد على نفسها. يا واد انت بقلب حنين. طلعت لقيت بنتي مفطوره من العياط. مفطوره من العياط على ايه؟ دي هي اللي ظالمه. ظالمه دي ايه يا سعد يا ابني؟ ما قالت لك 100 مره انها بتغير من البنت اللي اسمها صفيه دي؟ وانت بتصدق الكلام ده برضو يا عمي؟ كل ده حجج عشان تعكنن عليا. وتعكنن عليك ليه؟ ما هو فرحها زي ما هو فرحك يا سعد يا ابني. غيرتها عليك معناها انها بتحبك. ايوه بس ده حب يخنق ويمرر العيشه. كلهم كده. نعم جرى يا شاهين. قصدي يعني حساسين زياده عن اللزوم، واي حاجه بتاثر فيهم. مش زينا جبلات مفيش حاجه بتاثر فينا واي حاجه نعديها. بس هي شكلها كده هتكبر الموضوع ومش ناويه تعديها. لا شويه كده وهتهدى. دي بنتي وانا عارفها، بس انت لازم تصالحها. اصالحها ازاي يعني؟ سيبي الموضوع ده عليا، انا هتصرف. دي فيا طيفه قدام حريف. حبيبي ايدك بقى عن نسبتنا في القعده دي. مالكم مسعين كده ليه؟ وانا اطير؟ لا لا لا، بقول لك ايه، اللي اوله شرط اخره ضمانهور، واحنا لنا 600 الف جنيه في الموضوع ده. ليه؟ هو مال حرام؟ ده حقنا يا توفيق. مش كفايه بعنا لك المكان التعبان ده مبلغ عمرك ما كنت تحلم بيه؟ ده توب وشويه عليه كمان. علينا احنا طوبه 1.5 مليون، قول 2 مليون يوم يضربوا الدم. بوس ايدك وش وظهر يا توفيق، واحمد ربنا ان مختار ما اشتراش المحل ده لنفسه. ليه يعني؟ عشان ده واد ابن جنيه، ولو كان عاوز يشتريه بصحيح كان جاب قراره ورفض يشتريه. خدوا منك سد خانه عشان يسد بيه عين مليكة. ما انا عارف. طالما انت عارف بتستعبط ليه؟ طيفه ايدك على نسبتنا بقى. نادي على الشاهد الاول. مجاهد هتسامع مجاهد.